ابي رئيس حزب الجيش. هننتظر لحد ما يوصل هو على وصول. كلمة السيد أحمد عبد القادر ممثل حزب الجيل ورئيس قطاع شمال الجيزة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا طبعا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وإن شاء الله يكون عام سعيد على الجميع. أنا طبعا بشكر طبعا في البداية كل الحضور المحترم الجميل، وطبعا في البداية أبنائنا من ذوي الهمم اللي إحنا إن شاء الله النهاردة هنسعد هنشوف حاجات حلوة النهاردة. حاجات حلوة أكيد؟ ماشي. وطبعا الشكر موصول للأستاذة هبة عبد الفتاح طبعا رئيس مجلس إدارة مؤسسة هايدي، وطبعا كل السادة الحضور والأستاذ محمد شلبي. وفي الحقيقة أنا مش عايز أطول على حضراتكم، بس أنا سعيد جدا إن أنا موجود النهاردة في وسط الحفلة الجميلة ديت، وكممثل لحزب الجيل الديمقراطي بنسعد ونتشرف بالرعاية الشرفية لهذا المؤتمر المحترم والفكرة المحترمة جدا اللي هي زي ما تفضلوا السادة الزملاء قبلي وقالوا ان هي موهبتك تكون دعم لبلدك ودعم ليك ودعم للسياحة المصرية خاصة من ابنائنا من ذوي الهمم. فانا بشكر القائمين على المهرجان ومؤسسة هايدي ان هم ادونا الفرصة الجميلة ديت ان احنا نسعد ونشاركهم الحاجة الجميلة ديت. وانا مش هطول على حضراتكم، بس انا سعيد ان انا معاكم وهنتفرج على حاجة حلوة اكيد. لا صوت عالي بقى عشان نسمع بقى هنقول ايه. ان شاء الله 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 ان شاء الله